البرلمان يقر قانون فرض الرسوم الإجبارية لمالكي التلفزيون والهواتف. مجلة الإيكونوميست تصنف النمسا والمجر كأهم أتباع روسيا في أوروبا. المخابرات تطالب بفرض عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة. الداخلية تكشف أن 75% من جرائم العنف ضد النساء يقوم بها نمساويون. سكان فيينا يرون أن مستوى الهجرة تجاوز الحدود المطلوبة. ارتفاع التكاليف والتضخم يهددان ميزانية مكتب العمل في النمسا. منظمة حقوق الإنسان تستنكر طرد امرأة مسلمة من مسبح.